هذه طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي بريبي 3 مناهج English and Mind 4. معكم مستر عماد فوزي. النهاردة ميعادنا مع يونت 13 الوحدة 13 بتتكلم على Language. زي ما تعودنا طبعا هنبدأ بالفوكاب الكلمات المهمة الموجودة على اليونت ونحل عليها exercises، وبعد كده نروح على الجرامر ستادي بتاعنا القواعد ونشرحها ونحل عليها exercises choose و rewrite. يونت 13 بتتكلم على language. language هنا يعني اللغة. تعال نشوف مع بعضنا كده الكلمات. take a pride in يعني افتخر بيه. whistle هنا كناون معناها صفيرة أو صفارة. whistle كverb هنا معناها يصفر. dying breed هنا يعني سلالة منقرضة. settlers يعني مستوطنون. educators يعني تربويون. extinction يعني انقراض. up to يعني حتى. make a living هنا يكسب عيشه. تريك هنا كناون اسم يعني معناها رحلة سير شاقة. تريك هنا كفيرب معناها يقوم برحلة سير شاقة. بعد كده براود اوف يعني فخور بي. بعد كده هنا كومبالسوري هنا يعني اجباري. كالتشر هيريتاج يعني ارث ثقافي يعني حاجة قديمة كده ثقافية يعني. ابروبريت فور يعني ملائم ليه. بيرد سونج لايك معناها مثل غناء الطيور. origins يعني أصول أو منابع. immigrate هنا يهاجر. unique هنا يعني فريد. historical values يعني قيم تاريخية. linguistic values هنا قيم لغوية. exhibitions هنا يعني عروض. salpo gumiro وده عبارة عن a language that is whistled not spoken. هي دي كانت لغة عبارة عن إن هم يصفروا البعض يعني ما يتكلموش يعني. سيلبو هنا عبارة عن Spanish word ودي كلمة أسبانية meaning to whistle معناها كده إن هو يصفر يعني. لما أقول هنا understanding اللي هو الفهم، خد بالك من دول عشان هيجي عليهم exercises اللي هي understand everything يعني يفهم كل شيء. understand a lot of it يعني يفهم الكثير منه. understand some of it يفهم البعض منه. understand the gist معناها الفكرة العامة. understand a few words يعني بعض من هنا. get يفهم معناها get برضو. catch معناها يفهم. manage to pick out معناها يفهم ويتبين. بعض الكلمات برضو اللي هي not understanding اللي هو ما يفهمش يعني. لما أقول don't understand a word لا يفهم كلمة. don't understand anything لا يفهم أي شيء. don't get a word don't get anything. don't catch can't make out a word can't make out anything. he lost me completely. it's totally incomprehensible ودي معناها غير مفهوم بالمرة خالص يعني أو نهائي. اكسترا فوكاب هنا foreign accent اللي هي اللكنة الأجنبية. heavy accent لكنة شديدة. slight accent لكنة خفيفة. recall يسترجع ويتذكر. declare هنا يعلن. dread يخشى أو يخاف. desperately يعني بطريقة بائسة أو يائسة. unfortunately لسوء الحظ. accent اللي هي اللغة أو النطق. regional accent هنا اللكنة الإقليمية. strong accent لكنة قوية. london accent ودي لكنة لندنية. preserve هنا يحفظ أو يحافظ. in a panic في حالة خوف. venture يغامر. scary مخيف أو مرعب. fortunately يعني لحسن الحظ. dialect اللي هي اللهجة. والاكسنت هنا عبارة عن differences in pronunciation اللي هو اختلاف في النطق يعني. dialect هنا اللهجة ودي بيكون اختلافات في المفردات اللي هي differences in vocabulary. ده طبعا كل الكلمات اللي كانت موجودة معانا هو على اليونت. تعال نشوف مع بعضنا نحل كده ايه exercise. تعال نشوف مع بعضنا طبعا question number one في اللي choose بيقول they don't speak English so they didn't a word of what I said. طبعا هنا didn't understand يعني ما يدروش طبعا يفهموا اي كلمة من اللي انا قلتها. في number two بيقول what he said was totally I didn't get a word. طبعا totally ايه بقى يعني غير مفهوم تماما يعني انا ما قدرتش افهم اي حاجة. يبقى is totally ايه in
comprehensible، غير مفهومي تماما. في نمبر 3 بيقول لي could you repeat what you just said، I didn't، ممكن تكرر اللي انت قلته. بيقول لك I didn't catch it، يعني ما قدرتش افهم اي كلمة. يعني نمبر 4 بيقول لي I didn't quite what you just said، برضو هنا I didn't quite ايه catch، يعني ما قدرتش افهم اللي انت قلته. في نمبر 5 بيقول I'm good at French so I some of what she said، طبعا هنا قدرت افهم القليل يعني، يعني او انا كويس في الفرنش اللي هو الفرنساوي، عشان كده قدرت افهم ايه اللي هي قالته. يبقى هنا I got some of what she said. في نمبر 6 بيقول I to pick out a few words، يعني انا تمكنت من فهم بعض الكلمات القليلة، فاستخدم طبعا managed to، managed ايه to. في نمبر 7 بيقول I can't this is he speaking Italian، طبعا هو بيتكلم لغة إيطالية، فبيقول لك I can't understand this، أنا مش قادر أفهم اللي هو بيقوله، يعني فهل هو بيتكلم إيطاليان؟ في نمبر 8 بيقول لي he was speaking so fast، يعني بيتكلم بسرعة كبيرة. that I couldn't out anything at all، طبعا هنا pick out أو make out، كلمة make out هنا يعني يفهم أو يتبين شيء. في نمبر 9 بيقول my German is so poor، طبعا الألماني بتاعي so poor يعني فقير جدا، so I only managed to a few words، هنا طبعا ايه pick out، pick out هنا يعني ايه استخرج او استنبط القليل يعني. في نمبر 10 بيقول I used a lot of technical terms so I the students after a few sentences، يعني هو كان بيستخدم طبعا مصطلحات technical فنية، عشان كده فقد الأطفال أو فقد التلاميذ بإيه من بعض الجمل القليلة على طول، وهنا lost. في نمبر 11 بيقول I got the gist of the lecture I only the general idea، طبعا هو هنا فهم فقط اللي هو إيه، يبقى هنا I only understood، I only understood يعني أنا فهمت القليل إيه أو general idea اللي هي الفكرة العامة فقط يعني. في نمبر 12 هنا بيقول لي many idioms يعني بعض المصطلحات are incomprehensible until you learn what they mean، يعني هنا احنا خدناها طبعا اللي هي totally totally incomprehensible، يعني ايه هنا مش مفهومة تماما يعني. في نمبر 13 بيقول you have me completely what exactly are we talking about، يبقى يعني طبعا هنا انا هختار ايه، هختار lost، لما قال له you have lost me completely يعني انت كده طلعتني بره الموضوع او انا مش فاهمك تماما، بمعنى السيم مينينج يعني. فنمبر 14 بيقول I out most of what she said but not everything، يعني انا قدرت افهم ايه اللي هي بتقوله لكن مش كل حاجة هنا. طبعا احنا خدناها ايه اللي هي ايه picked out، picked ايه out. في نمبر 15 بيقول I'm afraid you have me I have no idea what you are talking about، طبعا lost me يعني هنا ايه lost me يعني انت كده فقدتني يعني، او انت كده انا خليتني انا مش فاهم اي حاجة. اوكي في نمبر 16 بيقول if you speak slowly، لو انت بتتكلم slowly but I hope I will be able to of what you are saying، انا هقدر افهم كل اللي انت بتقوله هنا. يبقى هيقول له هنا ايه بقى، طبعا هنا اللي هي ايه get the guest، get the guest yes افهم كل اللي انت ايه بتقوله. في نمبر 17 هنا بيقول لي well that was totally I didn't understand a single word، احنا لسه واخدين اللي هي ايه totally incomprehensible، شيء غير مفهوم تماما I didn't understand a single word، يعني ما فهمتش ولا كلمة. في نمبر 18 بيقول لي could you repeat that please، ممكن لو سمحت تكرر الموضوع ده تاني. I couldn't out what you were saying، يعني انا ما قدرتش افهم اللي هو ايه اي حاجة من اللي انت بتقولها، طبعا هي احنا خدناها ايه make out، make ايه out. في نمبر 19 بيقول I'm sure if you speak slowly I'll be able to pick a few words، خدنا ايه برضو out، pick out ايه عندك ايه pick ايه
والبروبوزيشن بتاعها جاي متأخر شوية وبيك اوت. فنمبر 20 بيقول لي Chinese is totally to me، يعني غير مفهومة تماما، احنا لسه واخدين اللي incomprehensible. فنمبر 21 I didn't understand of what you said، طبعا ما قدرتش افهم ولا كلمة. يبقى ايه؟ طبعا هنقول award. يبقى I didn't understand a word of what you said. 22 I didn't enjoy my talk، يعني ما استمتعتش بالكلام بتاعي. I don't think they a word of what I said. يبقى هنا لا أعتقد إن هم فهموا أي كلمة. أوكي طبعا اللي هي إيه؟ understood. under إيه؟ stood. number 23 I didn't understand him he me from the very beginning، يعني عايز يقول إن هو طبعا أنا ما فهمتوش وهو طبعا فقدني فين من البداية. وهنا lost احنا خدناها lost me lost ايه me. درس الجرامر اللي بعد كده بيتكلم على اللي هو ال passive report اللي هو طبعا المبني ليه للمجهول. تعال نشوف مع بعضنا كده what is passive report structure، معناه ايه كده. هو أهم حاجة في الموضوع ده كله إن هو مش عايز الفعل، يعني الفعل ده not important. the subject is not important، يعني الفعل غير مهم في ذكر الموضوع ده. زي لما اقول كده Chinese اهي، المفروض ان Chinese ده هو كان ايه الاوبجكت المفعول، بعديه طبعا بنحط is، بعد كده بنحط التصريف التالت اهو think thought thought، وبعد كده بنحط to be yes، وبعد كده نحط ايه نكمل بقى الجملة. فلما اقول Chinese is thought to be the most spoken language in the world، يعني اللغة الصينية من المفترض او من المتوقع ان هي تكون الاكثر spoken كلاما فين في العالم. فهنا لو بصينا في الجملة دي it is not important to say who thinks this، مش المهم ان احنا هنقول مين اللي قال الكلام ده. احنا بنستخدم طبعا الكلام ده كله مع الفيربس اللي هي say، يعني بدل صوت هنا هنقول هنا said، مع think قلنا هنا صوت اهو، believe اهو هنحطها نقول believed it is believed مثلا، know هنحط مثلا نقول it is known، consider اهو هنحطها تبقى considered، دي الأفعال اللي هتستخدم أهو، claim هتبقى claimed، suppose هتبقى supposed من المفترض، بعد كده هنا طبعا declare يعني أعلنه هتبقى declared، estimate برضو estimate هنا يعني يعد أو يحصي تسئل إلى آخره. يعني زي لما أقول هنا the damage اللي هو طبعا الخسارة، بعد the damage هنا هنحط is، هنحط هنا بعد كده الفعل اهو اللي هو estimated اهو. اوكي يبقى the damage is estimated to reach 10 مليون دولار. اوكي برضو هنا الجملة اللي بعد كده اهو هنقول it is expected to be، يعني من المتوقع to be sunny with no clouds، ان الجو هيكون طبعا ايه sunny مشمس with no clouds مفهوش ايه سحب. ده بالنسبة للجزء الاول. اوكي طبعا احنا بنحط it الاول اهو، وبعد كده بنحط verb to be اللي هو is او are، وبعد كده بنحط ال PP اللي هو التصريف التالت من الافعال اللي احنا قلناها، وبعد كده بننقل reporting verb ان احنا بننقل ايه اللي هو الشيء اللي ايه اتقال، وبعد كده بنربط بذات ونكمل the rest of the sentence اللي هو باقي ايه الجملة. زي لما اقول ايه في جملة عندنا بيقول لنا زي سينك، زي ايه سينك، ادي الفعل اهو، وادي سينك اللي هو الفعل اللي احنا قلنا عليه، وادي باقي الجملة اهو اللي هو ذات ذا كوين از ستينج ان سكوتلاند فور ذا سمر. طيب انقل الكلام ده كده، فلما تيجي تنقله هتستخدم طبعا ات الاول اهو، ات خدت از زي القاعدة بتاعتنا ما احنا قلنا، يبقى ات از، جبنا التصريف التالت من سينك اللي هو صوت، يبقى ات از صوت ذات، وتكمل بقى جملتك the queen is staying in Scotland for the summer. تعال شوف جملة تاني، أول حاجة عندنا زي الفاعل أهو،
بعد كده بنقول believe يعني بيؤمنوا وبيصدقوا. هو كمل بقى it is the worst accident in 10 years. فلما تيجي تنقل الجملة دي تحولها هنا ل reporting passive هتقولي it الأول خدت مين؟ خدت is اهو، يبقى it is. بعد كده حولت believe إلى believed وكمل باقي جملتها لغاية الآخر. It is believed that it is the worst accident in 10 years. بعد كده عندنا جملة تانية بيقول لي ايه هنا زي، ادي الفعل بتاع زي، وادي الفعل هنا expected يعني توقعه. وبعد كده كملت بقى مانشستر would win the game يعني فريق مانشستر ده يفوز باللعبة. فلما تيجي تحول الجملة هنا هتحولها طبعا اول حاجة هنا it، المرة دي ما حطيناش is حطينا was. ليه حطينا was؟ عشان الفعل expected هنا جاي past simple، يبقى it was expected وحط that واكمل بقى the rest of the sentence بقى جملة. جملة تالتة او جملة بعد كده بتقول people know footballers earn a lot of money، يعني الناس بتعرف ان لعيبة الكورة بيكسبوا فلوس كتير، يبقى it is known. ادي it الاول اهو، وبعد كده بحط is اهي، وبعد كده بحط known اهو تصرف التالت، وبعد كده بحط الزت واكمل بقى جملتي footballers earn a lot of money. is لو كانت طبعا الجملة present، و was لو كانت الجملة past passive structure. ده بالنسبة للجزء الأول فين في الشرح بتاع ايه ال passive structure. بالنسبة للجزء التاني اللي هو second structure بيتكلم طبعا في ال present في المضارع، بنحط طبعا اول حاجة السبجكت اللي هو الفعل، وبعد كده بنحط verb to be اللي هو ايه am is are، وبعد كده بنحط التصريف التالت اهو ال PP، وبنكمل بقى ال reporting verb ايه to plus infinitive. زي كده نشوف جملة، اول حاجة عندي السبجكت زي اهو، وبعد كده عندي think يعتقد، وبعد كده بيقول لي that the queen stays in Scotland for the summer. يبقى لما هنجي هبدأ هنا هبدأ بالمفعول أول حاجة اللي هو ذا كوين. أوكي كوين هنا طبعا بتاخد إز، بعد كده بجيب التصريف التالت اللي هو صوت، يبقى ذا كوين إز صوت من المفترض أو من المتوقع، وأكمل بقى جملتي بقى هي الريبورتنج فيرب تو ستاي إن سكوتلاند فور ذا سمر، هتقيم في اسكتلندا إيه لباقي الصيف. جملة تاني برضو هنا قبل الفعل هو السبجكت زي، وقبل هنا طبعا الفيرب بيليف يصدق او يؤمن، وهنا بيقول this accident is. لما تيجي تبدأ هنا تبدأ انت بالمفعول اللي هو this accident، بعد كده بتحط هنا is اهو، وبتحط بيها التصريف التالت من بيليف اللي هو believed، يبقى this accident is believed، واكمل بقى to be the worst in 10 years. في الجملة اللي بعد كده هنا بيقول لي people know، الناس بتعرف اهو footballers اللي هو المفعول لعيبة الكورة، واكمل earn a lot of money يكسب فلوس كتير. لما تيجي تبدأ هنا تبدأ footballers اللي هم ايه لعيبة الكورة اهو مفعول جمع بياخد r، وتجيب التصريف التالت من know هتبقى طبعا known، يبقى footballers are known to earn a lot of money. الجزء اللي بقى كده برضو بيتكلم طبعا على نفس القاعدة بتاعتنا، بس هي فين في الباست فين في الماضي. احنا بنحط طبعا اول حاجة السبجكت الفاعل اهو، وبعد كده بنحط verb to be بعديه على طول، وبعد كده بنحط ال PP التصريف التالت، وبعد كده بنكمل reverting a verb و to plus infinitive. زي لما اقول expertise يعني الخبراء believe بيؤمنوا وبيصدقوا، و that many European language اهي originated in India. طبعا هنا لما تيجي تبدأ تبدأ انت بالمفعول اللي هو من European language بدأنا بيها اهو، نحط هنا ايه are، وبعد كده بنجيب التصريف التالت من believe اللي هو believed، يبقى are believed، واكمل بقى to have originated in India. في question number السؤال بعد كده بيقول scientists say، ادي الفعل وادي الفعل وايه وذات hundreds of language، وهو حاطط لك كل حاجة المفعول اللي هتبدأ بيها hundreds of language. يبقى لما تيجي تبدأ هتبدأ ب hundreds of language كم بتاخد r، وبعد كده بتجيب التصريف التالت said اهو. اوكي يبقى hundreds of language are said، وتكمل بقى ايه
to have died out in the past. بتكمل الريبورتنج ايه بتاعك. الجملة اللي بعديها برضو هنا we know that people in Gomera. اوكي طب انت هتبدأ ب people in Gomera. اوكي هي طبعا ايه جم عشان people جمع تاخد are، يبقى are known، وتكمل بقى to have used Silpo in the past، كانوا بيستخدموا طبعا لغة التصوير فين في الماضي. ده بالنسبة للجزء اللي خدناه. تعال نشوف مع بعضين الجزء اللي هو بعد كده، حل exercises تشوز على ال structure أو ال grammar. ده بيقول لي the new CD shop to be excellent. طبعا هنا is said is the way، والتصريف التالي زي ما احنا قلنا children are often، برضو are often said من عند are، وهنجيب التصريف التالت من الفعل اللي احنا بنستخدمه فعل القول، يبقى children are often said to be faster language learners than adults، يعني بيتعلموا بسرعة عن البالغين او الكبار. فنمبر 3 بيقول he is known to be sorry to 6 languages he used to master them at all. اوكي طبعا انا ناقصني هنا هاف بلس البي بي، يبقى هاف سبوكن، هاف ايه سبوكن. في نمبر 4 بيقول it is by some scientists that humans evolved from dolphins، يعني العلماء بيقولوا ان الانسان طور منين من الدولفينز. يعني طبعا it is هنا عندك ايه is، يبقى تجيب التصريف التالت اللي هو ايه صوت، يبقى it is صوت. question number 5 بيقول only a few people are، عندك are يبقى تجيب التصريف التالت اللي هو ايه known، يبقى are known to have survived. number 6 بيقول the building reported to have been badly damaged by the fire، يبقى هنا ال building مفرد يبقى تحط is، يبقى is reported to. في number 7 بيقول the audience estimated، estimated هنا عندنا be، يبقى ناقصنا طبعا ايه 2 plus ال infinitive، يبقى ايه to be over 100,000 to be اهي. question number 8 بيقول dolphins are believed are question number 8 بيقول dolphins are believed a lot of their brain for communications، يعني هم بيستخدموا، يبقى to use هنا to use a lot of their brain، بيستخدموا عليهم كثيرا فين في التواصل. question number 9 بيقول the injured driver is to be only 18 years old، طبعا احنا هنحط هنا ايه التصريف تلات، يبقى صوت، يبقى is a صوت. اوكي في number 10 بيقول the company is believed to، طبعا معروفة هنا to، يبقى to have lost، to have lost. في question number 11 بيقول more language expected، هنا خد بالك ان language هنا جامعة اهي، وانا اعتبرها هي المفعول، فطبعا هي هتاخد ايه هنا هتاخد ار، يبقى ار اكسبكتد تو ديسابير. في كويشن نمبر 12 يقول لي this flood is reported the worst in the history، history اللي هو التاريخ يعني، يبقى هنا ايه طبعا تبقى تو بي تو اي بي. في كويشن نمبر 13 بيقول لي rescue service اللي خدمة طبعا الانقاذ من اللي هو انقاذ الناس يعني to be shocked by the total destruction، طبعا هنا ايه طبعا احنا هناخد هنا طبعا ارصد ليه هنا، عشان طبعا دي هنا بيقول لك طبعا رجال خدمة الطوارئ ارصد to be shocked ان هم قالوا ان هم اتصدموا by the total destruction اللي هو بالرقم ايه النهاية بتاع الدمار. في question number 14 بيقول لي ديفيد بيكام by many people to be the best footballer in the world، يعني هناخد طبعا هنا ايه الصوت، يعني عايز يقول ان بعض الناس في العالم بيقولوا عليه ان هو احسن لاعب في العالم طبعا اللي هو ايه ديفيد بيكهام. في نمبر 15 بيقول لي بولش is said، طبعا بولش دي اللي هي اللغة اللي ايه البولندية is said a difficult language to learn، ان هي طبعا لغة صعبة جدا ان هي ايه حد يتعلمها. طبعا احنا هناخد ايه هنا هناخد هنا to be، القاعدة بتاعتنا معروفة is plus طبعا الفيرب اللي هو بتاع الريبورت هيتحط فين في البي بي التصريف التالت و to plus infinity. في 16 هنا بيقول temperature
temperatures اللي هي طبعا درجات الحرارة to be rising over the years، يعني هترتفع ايه على مدار الأعوام القادمة. طبعا هنا هناخد ايه قاعدتنا، طبعا بتقول ايه ان is او r plus ال pp، يبقى هنا ايه r set. في question number 17 بيقول له only a few people are believed to communicate in the whistling language. طبعا هنا be able to، هيكونوا قادرين على ان هم ايه يتواصلوا عن طريق طبعا لغة الويسلينج اللي هي ايه التصفير يعني. في number 18 بيقول لي there is to be no connection between the island's name and the bird song like way of communicating. طبعا هنا there is ايه بقى، there is thought، there is ايه thought. في number 19 بيقول لي this unusual way of communicating is said to with early African settlers. طبعا هناخد دي، هناخد half arrived، half ايه arrived، ان هي وصلت طبعا مع مين، مع المستوطنين الافارقة ايه في الاول. بعد كده هناخد هنا طبعا الجزء اللي بعد كده هو rewrite. تعال نشوف مع بعضنا rewrite كده ونحله مع بعض. number one، في number one هنا بيقول experts know that there are more than 2700 language in the world. اللي استخدم no one، القاعدة بتاعتنا احنا لما كنا بنتكلم عن القاعدة كنا بنقول it is اهو. بعد كده بنجيب التصريف التالت من no اللي هو no one اهو، يبقى it is no one that، ونكمل قاعدتنا بقى there are لغاية ايه لغاية الاخر اهو، يبقى there are more than 2700 language in the world. نكمل الكلام ده لغاية ايه الاخر. بعد كده في question number 2 بيقول لي people say that the Cambodian alphabet is the largest in the world. طبعا هنا هنقول طبعا برضو it is said that، برضو هنا ايه بقى نقول ايه the، ونكمل ايه بقى لغاية الاخر اللي هو ايه the Cambodian alphabet is the largest word in the world. يعني الحروف الهجاء طبعا اللي هي بتاع كمبوديا هي أطول حروف فين في العالم. بعد كده number 3 بيقول experts believe that Africa has got the most language in the world. قال استخدم Africa، استخدم ايه Africa. هبدأ بالمفعول هنا اللي هو ايه Africa، هو الأفريكا. بعد كده أفريقيا طبعا مفرد هتاخد إيز، ونجيب التصريف التالت من بليف اللي هو إيه بليفد. بعد كده نربط بتو، بعد كده هنحط هاف، ونكمل بقى إيه جوت the most language in the world. أوكي في question number 4، في number 4 هنا بيقول لي linguists know that many language in Africa have unique sounds. اوكي اللي استخدم to have، استخدم ايه to have. لما نيجي نشتغل عليها بقى نبدأ طبعا بالجزء اللي هو ايه many language in Africa، نقول له بقى many language in Africa. هنا طبعا ايه جامعة هتاخد R، ونجيب التصريف التالت من no اللي هو known، يبقى R known، R known. بعد كده بنحط 2، وبعد كده نحط ايه بقى half to half. هكمل بقى اللي هو ايه unique sounds، unique sounds. اوكي question number 5 بيقول لي في number 5 بيقول experts believe whistling languages exist in other countries. It is طبعا it is، يبقى it is known. اوكي the number هنا ايه في number 5، يبقى it is believed، it is believed. انا عايزك تاخد بالك طبعا من ايه هنا من الفيرب بتاع اللي هو verb report بتاعنا اهو، yes اهو كله، يبقى it is believed ذات. وتكمل بقى ان whistling
language exist in other countries لغاية الآخر. في number 6 بيقول لي people know French and Latin influence the English language، يعني عايز يقول لك الناس بيعرفوا ان اللغة الفرنسية واللاتينية أثروا في الإنجليش، يعني اللي استخدميه known. يبقى it is known برضو، it is known. بعد كده نحط ذات اهو ونكمل بقى ايه اللي هي French و Latin ايه and Latin influence the English ايه language. تاخد بالك برضه بقى من ايه، من الفعل اللي هو ايه no. بعد كده في question number 7، في number 7 هنا بيقول لي ايه بقى number 7 بيقول لي they consider her to be the most talented actress in Hollywood. قال she، قال استخدمي she. طبعا هنا لما تبدأ انت بالفعل هنا او المفعول اللي هو هنا ايه here، اوكي here هنا هتبقى بدلها ايه she، اوكي. وبعد she نحط is، وبعد كده هنجيب التصريف التالت من consider اللي هو considered، اوكي. يبقى she is considered، she is considered، وتكمل بقى she is considered to be لغاية الآخر بقى the most talented actress in the in Hollywood. في number 8، number 8 هنا بيقول لي they think the queen is staying in Scotland for the summer. يبقى نقول the queen، قال لي ابدأ بذا كوين على طول. يبقى ذا كوين از، هتجيب التصريف التالت من سينك اللي هو ايه صوت، ماشي صوت. يبقى ذا كوين از صوت، تمام. المفروض احط ايه هنا الصوت بقى، هنحط ايه هنا تو بعد كده بي، ونقول بقى ايه staying يس، ونكمل لغاية الآخر. يعني بعد حطيت إز حطيت إذا إيه صوت اللي هو التصريف التالت منها، بعد كده تو بلس الإنفينيتيف، ودي القاعدة اللي إحنا ماشيين عليها إيه على طول. في نمبر 9 هنا بيقول لك experts believe that some language disappear every year. اللي استخدم believed، يبقى it is believed برضو، it is believed. It is believed that، ونكمل بقى some languages disappear every year. في number 10 number 10 هنا بيقول لي experts say hundreds of languages. طبعا انت هتبدأ بمين هنا؟ ب hundreds of languages، طبعا بعديها هتحط ايه are said، اوكي. يبقى نقول hundreds of language or said are said، اوكي. طبعا هنا هنحط ايه بعديها are said to to، بعدها نحط have، وبعد كده نحط die ده اهي تصريف تالت او البي بي، ونكمل بقى ايه out in the past، out in the past. في question number 11، في 11 هنا بيقول لي هنا بقى experts think children are the best language learners. اللي يبدأ children، ابدأ children، يبقى نقول children or sought، okay or sought to be، ونكمل دي the best language learners. question number 12، في number 12 هنا بيقول لي people think the Hawaiian alphabet is the shortest. اللي استخدم صوت، اوكي. يبقى نقول له طبعا it is صوت، it is ايه برضه صوت، it is صوت that، ونكمل بقى ايه the Hawaiian alphabet is the shortest. طبعا دي لغة يعني اللي هي حروف لغة، يعني اللي اسمها حروف لغة اللي هي الهوا. بعد كده بيقول لك people say Chinese is a difficult language to learn.
برضو it is set. انا خلي بالك انا بحدد معايا هنا مين، بحدد معايا هنا فعل الريبورتر، فبقول it is said that Chinese is a difficult language to learn، يعني كده على السريع. وبعد كده في نمبر 14 بيقول لي، هنا في نمبر 14 بيقول لي they believe، برضو انا هحدد الفعل اللي انا هشتغل عليه اهو believe. اوكي فاقول it is believed. اوكي that it is the worst accident this decade، واكمل لغاية الاخر. برضو في نمبر 15 هنا برضو بيقول لي they expect the team to arrive at 6 o'clock، قال لك the team. اوكي بعد كده بقول the team is، اهو the team is expected. اوكي وبعد كده اقول to، واكمل بقى ايه arrive لغاية ايه الاخر. في question number 16 هنا بيقول لي بقى ايه they know he earns more than his wife، قال لك he، برضه هتبدأ بالمفعول هنا هي، يبقى he is known، he is known يعني هو معروف عنه. اوكي that he earns more than his wife. اوكي يبقى هنا ايه نقول له كنت earn، ونكمل بقى ايه more than his wife. في نمبر 17 هنا بيقول لي Hungarian is a very difficult language، اللغة دي يعني ايه لغة المجر، لغة ايه صعبة جدا، قال لك صوت. اوكي فانا بستخدم برضو it is so that. اوكي it is so that Hungarian is a very difficult language. في نمبر 18 بيقول لي women are more sensitive than men، قال لي استخدم said، يبقى it is said that women are more sensitive than men. نكتبها اهو it is said، قيل يعني معناها كده الجملة، معناها قيل ان يعني that، واكمل بقى women اهو are more sensitive than men. طبعا ده كل حاجة كانت معانا على اليونت، يونت 13. أتمنى أن احنا نكون استفدنا من الفيديو. Thank you. Goodbye.